في أحد أيام الربيع الجميلة، كانت الشمس تبتسم مشعة، ولكن الجميع كان يرتجف لأن صوت الريح الباردة كان يملأ السماء. كانت الريح تعصف بقوتها وسمجرت قائلة: أوف، انظر إلي أيتها الشمس، إنني أقوى منك. أجابت الشمس: أعرف أنك تخيفين الناس بصوتك، ولكني أضيء الكون بنوري وأبعث الدفء في كل مكان. تعالي ولنقم بمسابقة تحكم بيننا من الأقوى. نظرتا إلى الأسفل فوجدتا رجلا سائرا في طريقه يرتدي معطفا شتويا سميكا. لنرى من تستطيع منا أن تجبر الرجل على خلع معطفه. فأجابت الريح بكل ثقة: موافقة. فأخذت تعصف على الرجل، ولكنه تمسك بردائه فلم تتمكن من إجباره على خلع معطفه، وتابع الرجل مسيره. ضحكت الشمس وقالت: انظري، وبدأت ترسل أشعتها حول الرجل وامتلأت الدنيا بنورها. وابتسم الرجل وتفتحت الزهور وبدأت العصافير بالتغريد، وبدأ الرجل يحس بالحرارة، والشمس استمرت ترسل أشعتها شيئا فشيئا إلى أن أجبرت الرجل على خلع معطفه. قالت الشمس: عرفت يا صديقتي من الأقوى الآن؟ إننا نستطيع أن ننال بالرفق واللين ما لا نقدر أن نحققه بالعنف والقوة.